كاريزا اللي استاذ فؤاد شقيقي المفتش العام في وزاره التربيه الوطنيه والرياضه والتعليم الاولي والرياضه، بغيت نقدم الاخبار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. جئت لدويليات كلمه في بندوال، انه عندما استدعاني الزميل الصديق سي محمد الزعلي المدير العام لمؤسسة الزنبولة بحق الموضوع استهواني، لكن نزولا عند رغبة الزملاء لا بأس، علما أن في برنامج مستطر هناك مداخلة باسم وزارة التربية الوطنية سيلقيها صديق الزميل الدكتور هيادي اللي هو موجود معنا واللي هو رئيس قسم الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية. إذا سمحتوا فيما يتعلق بهذا الموضوع نتاع ما اصطلح عليه الحياة المدرسية، يعني واحد التسمية فيها نظر، لأنه في المنظومة المغربية يطلق مفهوم الحياة المدرسية على ما يجري خارج أسوار الفصول الدراسية ولكن داخل المؤسسات التعليمية، في حين أن مصطلح أو مفهوم الحياة المدرسية ينطلق على ما يجري أيضا داخل الفصول الدراسية وما هو متضمن في منهاج. وقد نجد بعض التداعيات لهذا الاستعمال، مثلا في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، حيث نصت هذه الرؤية على ضرورة إدماج الحياة المدرسية في المنهاج الدراسي، يعني أنه انطلقنا واحد التعريف اللي هو شيء ما غير مكتمل لمفهوم الحياة المدرسية، ولكن باش نصححوه غنصححوه بشيء آخر لما عنده علاقة بحق بالتصحيح الحقيقي. الحياة المدرسية في عدة أنظمة دولية، خصوصا بعض الأنظمة الأنجلوساكسونية، كتحتل واحد المرتبة اللي كتسمى الزمن الثالث في اليوم. اليوم الدراسي في النظام الياباني، في الأنظمة البريطانية، ولكن في الدول في العديد من دول الكومنولث، التلميذ حينما يريد المدرسة ولكن مدة أو زمن تندرس هو زمن ممتد خلال اليوم، تيكونش داك التوقف نتاع وسط النهار، وتيتوزع على ثلاثة نتاع المحطات كبيرة. محطة أولى كتكون هي محطة نتاع التعلمات الجديدة، بمعنى أن التلميذ حينما يريد المدرسة مختلف المواد الدراسية حسب الأسلاك، ولكن المرحلة الأولى تكون استقبال تعلمات جديدة، بناء هذاك البناء، ذاك البناء اللي كتوخاه المدرسة، اللي هو نقل المنتوج المعرفي الإنساني للأجيال المقبلة من خلال آليات نتاع المدرسة. بعد هذا الزمن اللي تيكون زمن حقا تاع اللي كيفترض انه زمن عنده مستلزمات نتاعو، باش يمكن لك تتعلم معلومات جديده او تكتسب معلومات جديده، خاص تكون المعلومات على بالتبني تكون متوفره عند المتعلم. وهذا الزمن حقا تعطى واحد الاهميه كبيره. انا مثلا شفت النظام الياباني، هذا هو الزمن اللي كيتقرب، زمن تقريبا حاسم في اليوم. من بعد منه تيجي زمن ثاني، وهذا الزمن الثاني كيكون هو زمن التطبيقات، واحد العدد تاع التعلمات اللي كيكون التلميذ اكتسبها بطبيعه الحال باش يمكن ليه اكتسبها نظريا، باش يمكن تولي عندها واحد تولي عملية بالنسبة ليه، تخصها تمرن واحد المرحلة نتاع التدريب حول طرق استعمال تلك المعلومات، يعني إما في حل المسائل، إما على حسب مختلف المواد الدراسية. وكيكون واحد الزمن ثالث، وهذا الزمن الثالث هو زمن حنا في النظام التعليمي تعتبره شيء ما زمن ترفيهي، ولكن في أنظمة الأنجلوساكسونية تعتبر زمن رئيسي أيضا. وهذا الزمن الثالث زمن تيستجب لطموحات وانتظارات كل طفل، اللي بغى يدير المسرح كيدير المسرح، اللي بغى يدير الموسيقى كيدير الموسيقى، اللي بغى يدير الرقص، اللي بغى يدير رياضة أو شكل من أشكال الرياضة.
وتين تهدي اليوم دراسي حوالي الساعة الرابعة ونصف أو الخامسة بعد الأزمنة الثلاث. عطيت هذا النموذج بحق باش نخرجوا من النموذج، لأن كنا كنفكروا في النموذج الفرنكوفوني اللي حنا ولدنا وتات المدرسة المغربية على فترة الحماية، غادي صعب أننا نفكروا في أو يكون عندنا تفكير أو يكون عندنا تصور كيفاش خص تكون الحياة المدرسية بين قوسين دائما، اللي يمكن أنا نسميها بالحياة الأنشطة الغير صفية أو الأنشطة الموازية في نظام تعليمي اللي القاعدة نتاعو الاجتماع هي قاعدة تاع نظام فرنكوفوني كيف هو تيتصرف. غادي نتكلم في بضع كلمات مفتاح على أشنو هي المطبات، المطبات اللي ضروري أن النظام التعليمي إذا بغى يخرج إذا بغى يكون عنده بالفعل حياة مدرسية، ديك الحياة كيف جات في واحد العدد نتاع الأدبيات نتاع الإصلاحات، مدرسة مفعمة بالحياة. شنو هي مدرسة مفعمة بالحياة؟ هذا تصور نوع ما زوين طلابي، كيفاش غادي تكون مدرسة مفعمة بالحياة؟ أول شيء هو أن الأنشطة الغير صفية خص تكون عندها موقع في الزمن الدراسي نتاع المتعلم. إذا ما كانش عندها موقع في الزمن الدراسي نتاع المتعلم تنصطدمو التبتلات اللي عند الأسر. واش هادشي السؤال اللي كيسولو الأسر دائما غادي تمشي ديرهم صح هي واش هادشي عندكم في الامتحان؟ وإذا كانوا الوالدين قارين شوية تيقول لي واش هادشي فيه النقطة؟ دونك باش يمكننا نتجاوزو هاد التمثل السلبي حول الأنشطة الموازية أو الأنشطة الغير صفية ضرورة توطينها في جداول الزمن تاع التعليم. ضرورة أيضا توفر على كوادر اللي يمكنها أنه تنشط هذه الأنشطة الغير صفية، لأنه اللي هو متعود أنه يدرس ويقيم محاضرة ويقي درس ويصحح أخطاء يصعب عليه أنه يكون هو ذاك الكوتش اللي عنده تلامذ تيلعبوا تيديروا رياضة أو تيديروا مصلح أو تيديروا واحد نشاط من الأنشطة ويكون كيتوضع في المستوى نتاعهم باش يرتقي بهم، ماشي كيجيو من الفوق باش يعطيهم تعليمات. الأمر الثالث هو هاد الأنشطة خصنا إذا دخلت الزمن المدرسي ولقينا من يتعهد بها داخل المدرسة لقينا كنعرفش نقول انه اليوم الانشطه الموازيه اللي كتتم داخل المؤسسات التعليميه في المغرب بنسبه الى ما قلتش 99% كتتم بشكل تطوعي. تلقى واحد الاستاذ ولا واحد الاستاذه لانه تيمه البيئه مثلا كتستهويه او تيمه حقوق الانسان او السينما او شيء من هذا القبيل وتنشئ نادي وتيجي تطوع خارج اوقات الحصص نتاعو، تيجي جدول الحصص نتاعو بحال بحال الاخرين ولكن تيكون عمل تطوع. حاجه بالاضافه للتوطين وبالاضافه لايجاد الكادر المكون، ماشي بالضروره يكون كادر تاع وزاره التربيه الوطنيه. هنا غادي نختم قبل ما نختم غنعطي بعض الاشارات مع الوزاره بصدده بالنسبه للسنوات المقبله. ثم المساله الثالثه هو ان هذه الانشطه السؤال اللي كيطرح ألا تستحق أن يجازى عليها التلميذ؟ بمعنى أنه واش ممكن بالفعل نحفزوا العزائم تاع التلاميذ التلميذات والتلاميذ باش ينخرطوا في أنشطة اللي حنا كنعرفوا الأثر الإيجابي نتاعها عليهم، سواء في المجال الحسي الحركي، سواء في المجال النفسي، سواء في المجال العقلي فيما يتعلق بالتعلمات نتاعهم، ونعتبرها بأنه أنشطة غير اختيارية ولا جزاء عليها. إذن هذه ثلاثة القضايا هي قضايا محورية واجهتها المدرسة المغربية منذ وجدت المدرسة تاع المغرب مستقل إلى حدود اليوم. كانت إجابات مختلفة. الجيل نتاعي وانت واحد عدد الزملاء اللي كاين في القاعة اللي بدينا الدراسة نتاعنا في الستينات وفي السبعينات،
كانت المدرسة آنذاك مستقلة من هذا الدور، ولكن خلات اتحادات التلاميذ والطلبة. أنا نهوف أتذكر وأنا تلميذ في السبعينات في الثانوية، كانت عندنا النقابة الوطنية للتلاميذ اللي كانت هي اللي كتشرف على جميع الأنشطة اللي كانت كيف كانت الاتحاد نتاع الطلبة في الجامعة. أنه كيف تنقولوا الطبيعة ما كتبغيش الفراغ، تدخل الفراغ الطلبة ياخذوا، ولكن بطبيعة الحال واحد العدد نتاع الأنشطة ونتعاود نستذكر الأنشطة كان عندها طابع سياسي، كان طابع إيديولوجي، كان طابع معناها أنه ماشي كانت بالضرورة أنشطة اللي كتقوي في الملكات اللي كاينة عند كل واحد فينا آنذاك. كانت واحد المرحلة اللي تعتبر أنه الأنشطة الموازية أنشطة شبه محظورة داخل المؤسسة التعليمية. إذا بغيتي تدخل ديال النشاط في المدرسة في المدرسة خصك رخصة، ورخصة سيجيبها من النيابة. والنيابة خصها دير هاديك لونكيت شكون نتا وعلاش جيتي وعلاش. بالتالي أصبحت المؤسسة التعليمية في واحد الفترة تاع السبعينات والثمانينات تقريبا مؤسسة محصنة، اللي دخل فيه يدخل يقرا واللي خرج يخرج من القراية، إلا بغى النشاط يمشي لدار الشباب ولا يمشي لدار الثقافة ولا لشي جمعية. ولكن من بعد الميثاق تمت إعادة الروح للأنشطة الموازية كنشاط رئيسي في الأنشطة تاع المدرسة. ولكن بقاو هاد ثلاثة الأسئلة اللي طرحت هما الأسئلة الحارقة اللي ما لقاوش جواب عليهم. كيفاش نوطنوا استعمالات الزمن تاع التلامذ هاد الأنشطة الموازية؟ شكون اللي غادي يتكلف بها؟ واش الدورة أوطون تاع وزارة التربية الوطنية؟ وحتى إذا كانت هاد الأنشطة كيفاش يمكن نجعلوا منها أنشطة اللي فيها جزاءات للمتعلمين وليست أنشطة فقط اختيارية؟ طبعا الحل العشرين سنة الأخيرة أو 25 سنة الأخيرة كانت 25 سنة نتاع الجري وراء الأعداد ليزيفيكتيف. أنا كنسمع السي زباح قبيلتي يقول لنا 25 سنة هادي ما دخلتش الكلية تاع العلوم الطبية، تنقول ليه 25 سنة جرت مياه كثير تحت الجسر، لأنه دزنا من ثلاثة أربعة تاع التلاميذ اللي كانوا يدخلوا المدرسة في نهاية التسعينات. نهاية التسعينات كانت 75% تاع الأطفال اللي عندهم 6 سنين أو 7 سنين يدخلوا الكلاري، وصلنا دروك 99%. تصوروا معايا الأعداد اللي دخلت بهذه الكثافة، واش غادي تخلي الوزارة التربية الوطنية الوقت فاش يمكن ليها تفكر في النوعية تاع التعليم وتفكر في هذه الأنشطة اللي هي مهمة. كان معنى انه انا بعد على الاقل وبعد 15 سنه وانا مسؤول مركزي مدير مفتي شعب، ان دائما واحد التنجري ونراد الدخول المدرسي خصنا نضمنوا مقعد الكامل ويكون استاذ مدارس خصها تكون بنيه والاساتذه خصهم يكونوا تخرجوا. معناها ان هذا هو هذه لا كورس. حسن الحظ ان النمو الديموغرافي بدات يعطينا واحد فجوة، هاد الفجوة خصنا نستغلوها ونختم الآن في المشروع نتاع اللي حامل السيد الوزير السيد شاكر بن موسى. فيه واحد ثلاثة نتاع الالتزامات كبار، منهم واحد الالتزام عنده علاقة بماشي تنتكلمو عليه. من بعد ما قام بالتشخيص نتاعو اللي جا من تحمل مسؤولية وزارة التربية الوطنية، واحد العدد تاع التشخيصات حول التعلمات كتقول بانه نسبه عاليه تاع التلامذ تيوصلوا للمستويات النهائيه تاع الابتدائي، وهما جايبين معاهم واحد العدد تاع التاخرات من السنه الاولى. انا التلميذ تلقى في المستوى السادس، الا بغيت دير معاه مراجعه ما خصكش دير معاه مراجعه في المستوى الخامس. يمكن احيانا خصك دير معاه مراجعه تاع الحوايج اللي قراها في المستوى الاول او في المستوى الثاني. وهذيك الحوايج اللي ما تمكنش منها بدات تتبنى ثغرات في التكوين ديالو اللي كيوصلوه لداكشي اللي قال السيد عميد ملي عطى الرقم تاع 300,000 و340,000 اللي كيغادروا في نسبه كبيره منهم في الاعدادي. فهذوك نتيجه تاع هذا المسار، نتيجه تلقى واحد التلميذ في المدرسه وهو في القسم وقاعد وما تيفهمش وما كيعرفش الاستاذ علاش اش يقول، توصل واحد الوقت تيكون مضطر انه يمشي بحال. اذا قال اول شيء المخطط نتاعو
نحاول نعالجو هاد التعثرات اللي كتراكم من السنة الأولى للسنة السادسة. ولا عطينا التلميذ في نهاية السنة كاع اللي انتقلوا من السادسة للإعدادي عطيناهم الأدوات باش يتعلموا، الأدوات باش يتعلموا هي اللغة العربية تيقراو بها مختلف المواد الإنسانية، اللغة الفرنسية تيقراو بها اليوم العلوم في انتظار المجيء نتاع اللغة الإنجليزية، والرياضيات لأنه هي لغة أيضا لغة صورية تيقراو بها المعارف الجديدة التقنية والرياضية. الجانب الثاني أو الشق الثاني اللي جا في هذا الالتزام هو أنه هذا الكلام ديالنا ملي كنجيو نشوفوا مثلا السي عيادي ملي غادي يدير العرض نتاعو غادي يعطيكم واحد العدد بالآلاف نتاع لي كلوب اللي عندنا اليوم في الثانويات وفي الإعداديات. كانت واحد الوقت 25,000 السي عيادي ما عرف 38,000. من تنقولوا 38,000 تتجينا كثيرة، ولكن ملي كان إذا كانت عندي ثانوية فيها إعدادية فيها 200 تلميذ ولا 300 تلميذ وفيها 3 تيكلوب ولا 4 مزيان، ولكن ملي كتكون عندي ثانوية فيها 2500 تلميذ وعندي فيها 5 تيكلوب راه العدد نتاع الكلام اللي غادي يكون في هذه النواحي غادي يكون غادي يكون أكثر. وبالتالي التشخيص اللي قام به السيد الوزير السيد موسى وصل الخلاصة بأنه ما كاينش شي حل آخر مع أننا ندفعوا ونشجعوا هاد الأنشطة الموازية وجاب بعض الحلول، هاد الحلول ما غنتكلمش عليها لأنه أكيد السي عيادي غادي يتكلم عليها، ومنها فتح الباب لجمعيات مهنية ثقافية وفنية في المدن وفي الأحياء وفي الدواوير باش تدخل شركة نتاع وزارة التربية الوطنية وتاخذ مسؤولية نتاع التنشيط الثقافي والتنشيط الرياضي والتنشيط الفني داخل المؤسسات التعليمية. إذن هاد جوج تاع الالتزامات، واحد تيهم الشق المنهجي وواحد تيهم الشق الموازي. طبعا الحال كاين التزامات أخرى، مجموعة التزامات هي 12 ولكن ثلاثة هما اللي كانوا تيبانو رئيسيين، أنا عطيت منهم جوج وما نبغيش ناخذ من وقتكم أكثر. من بعد العروض إن شاء الله يكون نقاش، نبغي أيضا حتى إلا كان نقاش ماشي نمشيو فقط فيما يجب ان يكون، لان انا في واحد العدد تاع الندوات اللي تحضر ليها تنسمع خاص يبدا، خصنا نعرفوا اشنا القدرات ديالنا باش يمكن داك الشيء اللي بغينا يبدا يبدا. ماشي جميع المدارس نتاعنا راه كاينه في وسط طلبات في وسط يعقوب منصور وفي وسط مابيلا، راه عندنا مؤسسات في العالم القروي، عندنا مؤسسات اللي الاساتذه ملي كيخرجوا اذا طاح عليهم الظلام وما لقاوش طاكسي وما لقاوش الخطاف اللي يوصلهم للفيلاج يقدروا يباتوا في المدرسه فين كاين. مع انه من كنتكلموا على المدرسه المغربيه خصنا نكونوا تنفكروا فيها بهذا الاختلاف اللي كاين تاع المدارس. بطبيعه الحال كاينه بعض الحوايج اللي غير مرفوض انها ما تكونش في المؤسسات اللي موفره فيها الشروط، ولكن ملي كون كنفكروا في المدرسه كون تنفكروا في جميع الاشكال تاع المدرسه المغربيه اللي هي كاينه، اللي هي تنظن بانه كان واحد الزميل تيقول بانه اخر تمثيل تاع الدوله كاين في المغرب ملي كتمشي للبوادي والجبال هما جداميه. حنا كنا تنقول اخر تمثيل تاع الدوله هي المدرسه الفرعيه، لانه كتفوت لبريكات جداميه وكتلقى الفرعيات باقي كاينين عند الساكنه. اعتذر ان كنت قد اطلت واتمنى لهذا المنوال كل التالق والتوفيق. شكرا.